السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أسوي معاكم كوردون بلو، من أكثر الوصفات اللذيذة مطلوبة في المطاعم. الكوردون بلو عبارة عن صدور دجاج طلقتهم بالمطرقة تبعت اللحم، حطيت عليهم رشة ملح، فلفل أسود، وشوية بابريكا. راح أحشيها بيكولوم مدخن مع جبن شيدر، أو أنا اخترت جبن فريكو مع قشقوان، ممكن موزاريلا حسب اختياري حسب الرغبة. بعدين راح احطه هنا بالطحين، حطيت على الطحين رشة فلفل اسود وملح. بعدين بالبيض كمان حطيت عليه رشة فلفل اسود وملح. بعدين بالبقسماط كمان رشينا عليه فلفل اسود وملح او حسب الرغبة. طبعا هنا بعد ما تفلت القطعة اخذ القطعة احط عليها الجبن، او اول حاجة ديك الرومي. راح ابدا الفها، بعدين راح اقفلها بالعوامل الخشبيه. بعد ما حشيتها راح احطها بالطحين، غلفوها منيح بالطحين علشان ما يطلع الجبن وقت القلي، لازم نغلفها كويس. انا راح اشوي علشان كده ما قفلتها كويس، ولكن لو قلي لازم تقفلوها كويس. بعدين بالبيض، بعدين بالبقسماط. راح اغلف الباقي وارجع لكم. كده بعد ما غلفتهم راح احطهم بالثلاجة لمدة نص ساعة، بعدين راح اقليهم. طبعا انا اليوم راح اقليهم بالقلاية الهوائية، ممكن تشوهم بالفرن وممكن اقلي بالزيت حسب الرغبة، راجع لك اختياري. بالفرن بتدهن الصينية زبدة عادي، بتحطيهم وبتحطي عليهم كده شوية دهنة زبدة او سمن حسب ما تحبي، او زيت اختياري. كمان بالقلاية الهوائية نفس الحاجة، راح ادهنهم شوية زيت، وبالقلي طبعا تحموا الزيت وبتقلوهم بزيت غزير. عندي هنا القلاية الهوائية بعد ما حميتها راح اقلي فيها. راح احط عليهم شوية زيت، شوية خفيفة بس. طبعا صار جاهز كوردون بلو، ولا احلى. بسم الله الرحمن الرحيم، نقطع نشوف، شايفين كيف؟